كتير شغلات عدينا بكتير ظروف وصارت معنا كتير قصص رح تشوفها بالفيديوهات الجاي. فاليوم ان شاء الله رجعنا على اسطنبول بس ما رجعنين بهدفنا. هدفنا كان نحن اكثر من هيك تسع فيه كان 5 ايام لحتى نخلص الهدف اللي كنا جايين مشانه. بس بكل حال وعسى ان تكرمونا شيء وهو خير لكم. اليوم رجعنا على اسطنبول ادعونا نرجع بخير وسلامة. شوفوا هالكائن الكيوت الف سحلية ما احلاها ليك ليك ما احلاها إذا ما ريت أحسن أمسكها سريعة 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 بربك خلي أمسكك. ما شاء الله ما أحلى ما شاء الله ما شاء الله سبحان الخالق. جماعة أكيد عندكم أسئلة كتير مشان السفر والشغلات فدا حطكم بوكس هون تسألوني. بما أنه نحن هون عم نستنى حاليا لحتى تصير الساعة 4:30 ننطلق على اسطنبول إن شاء الله لأنه هلا زحمة كتير وشمس وهيك فمستنيين بالحديقة. لقائي مع ميرا ولولو تكرم عينكم رح صور لكم أول ما أوصل. راح اشوف ميرو ايش ردة فعله لما يشوفني بس بظن نسيني عجب ميرو واشوف لولو ايش ردة فعله بس ما اظن نسيني. لا والله يا جماعه هذا المحتوى اللي حابب انا اسويه كنت من زمان الحمد لله الله هيك انه مبسوط انا وانا عم اسويه عرفت شلون بس متعب لدرجه كبيره بنفس الوقت في منه ما عم بيجيهم حقهم بس ان شاء الله الجاي اقوى بكثير وان شاء الله اليوتيوب ما يرجع. والله هدفي لما رحت عن طالي هدفي كان انه لازم اصور شغلات كثير غريبه واجرب كل الشغلات اللي مشتي انا اجربها بحياتي وانتم ما شايفين قبل هالمره ففعلا عملنا هالشغلات والجاي راح تشوفوا شغلات كثير قويه بس للاسف انا حكيت لكم انه هدول امور تافهه بالنسبه لي وشغلي اهم. وبما انه والله شغلي خلص ورجعت الله على اسطنبول فان شاء الله قريبا لانه في كثير ناس ظلمتني بس ان شاء الله قريبا راح تعرف كل القصص. والله يا جماعه مشاريعي اول ما ارجع انه انام واخيرا اعتقد لانه كل هالفتره قضيناها بالخيام وهيك فراح تشوفوا كل شيء ان شاء الله باليوتيوب. فانا اعتقد وهيك عندي ارق وتعب كثير مو بس انا كل الفريق فان شاء الله بس ارجع هيك نوم بعدين بس اصحى تفكير. ان شاء الله القناه الثانيه يا جماعه هلا من شوي كنت عم بحكي مع نرمين حاليا بس ارجع ان شاء الله رح اصور مع نرمين في فيديو كثير حلو على القناه الثانيه وراح يكون رجع قويه كمان على القناه الثانيه خليكم جاهزين. كبوا المزح ليش صاير هيك كبوا المزح كبوا المزح مو بس للكل ليش؟ لانه عم ننام بكير ومن في بكير وهون اكل طبيعي وهواء طبيعه عم يسالوني ليش صايرين مزز وهيك لانه جد النوم بكير كثير بتفرق فبنصح الكل ينام بكير ان شاء الله بس ارجع اسطنبول اتم نام بكير وهيك. يا جماعة أنا هدفي بسفرة دبي إنه أتعرف على ناس على يوتيوبرز كذا هيك بس أنا بشكل عام بما إنه بشتغل لوحدي فما بعرف حدا أبدا فمتخوف إنه أطلع هنيك وما أشوف حدا وأتم لحالي وأخسر وأرجع عرفت شلون؟ فبحاول بحاول إن شاء الله محضركم شيء على المليون على الإنستغرام محضركم شيء كثير قوي وبنفس الوقت محضركم شيء إن شاء الله على 7 مليون أو 7.25 هيك شوي على اليوتيوب رح يكون أقوى من التجربة اللي راحت بكثير وراح يتفاجأ الجميع بقوة الشيء اللي راح ينزل. لا يا جماعة رشا أبلة ما يختي رشا أبلة لبنانية وأنا سوري بس هي بعدها انا بسعر اختي يعني نحن الفريق هيك كلياتنا بعد بنعدها بسعر اختنا الكبيره ومن هالحكي ودائما معنا وكذا هيك. والله يا جماعه رجلي تحسنت وما تم فيها شيء بس الوضع مو هون الوضع كتفي كتفي كله مفقع هيك هيك منفوخ. لحظه افرجيكم هيك مشهد بسيط ما بعرف بين عليكم بشوفه ما بعرف مو منظر مقرف. والله سؤال جميل ما بعرف اذا الله سهل بس شوفوا يا جماعه الانستغرام ما في فلاتر مثل سناب سناب زخرف فلاتر اوفر هيك بسوي حلو بس هون احلى بحس. جماعه انفير جابر نزل فيديو بتجربه كثير حلوه جربناها نحن كلياتنا هون وتجربه كثير غريبه كانه دولفين بس الي نحن بنتحكم فيه. ارفعوا الشاشه لفوق شوفوه وبعد انقطاع 3 شهور لازم ندعمه دعم كثير قويه ورجعوا التفاؤل. تمام مرحبا يا جماعه كيفكم؟ اليوم حابة أقول لكم شيء حلو إنه أنا جيت ضيفة على كافيين وتعرفت على فريق فافا نابولي بتفكرون؟ مرحبا يا جماعة كيفكم اليوم أنا جيت ضيفة على كافيين وتعرفت على فريق فافا نابولي شكرا لهم كتير على الاستضافة الحلوة صراحة كتير حبيتهم وكتير تشرفت بمعرفتهم وبس كلياتكم بدي منكم تروحوا ترفعوا الشاشة وتشوفوا الفيديو كتير حلو وكتير تسليت فيه.